اختارت جمعية راديوز بحضور نجوم كرة القدم يتقدمهم الأخضر باللومي وفوضي المغاربية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كأفضل شخصية وطنية لسنة 2014. رئيس الجمعية وممثلي ولايتي ورقلة وباتنا قرأوا بيانا للدوافع التي تم من خلالها اختيار بوتفليقة كشخصية السنة. إذن يسر ممثلي 37 ولاية الذين يشاركون في طبعة شتاء فوت لكرة القدم أن يختاروا فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كأحسن شخصية وطنية سنة 2014. قدم الكثير، كان مساهما في إنجازات المنتخب الوطني في البرازيل، كذلك بطل إفريقيا في كرة اليد، كذلك إنجازات الوفاق الصيفي. الدفع إلى ذلك اهتمامه البالغ بالشباب وكذا المنشآت الرياضية. الوجوه الرياضية البارزة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كأحسن شخصية لسنة 2014 لما قدمه للرياضة في الوطن. إذن يسر ممثلي 37 ولاية الذين يشاركون في طبعة شتاء فوت لكرة القدم أن يختاروا فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كأحسن شخصية وطنية سنة 2014. قدم الكثير، كان مساهما في إنجازات المنتخب الوطني في البرازيل، كذلك بطل إفريقيا في كرة اليد، كذلك إنجازات الوفاق الصيفي. الدفع إلى ذلك اهتمامه البالغ بالشباب وكذا المنشآت الرياضية. حفلة كل واحد كبيرة، وجود الجمهور تبارك السلطات إلى آخره، وهذه أحسن شخصية تاع 2014 خاصة دعم الرياضة. كلش الرئيس تاعنا عبد العزيز برا. نبقى في أجواء المسابقات. بولاية طهران اختتمت جمعية راديوز فعاليات دورة ربيع فوت بعد 21 يوما من المنافسة، وذلك بمشاركة أكثر من 700 رياضي جاءوا من 37 ولاية، حيث كرم الجميع رئيس الجمهورية بجائزة رجل 2014 نظرا لمجهوداته في تطوير الرياضة الجزائرية. يقول طه شعبان: بعد 73 من المنافسة اختتمت فعاليات الطبعة السابعة لدورة شتاء فوت لتؤكد جمعية راديوز على التقاليد الرياضية التي عودت عليها الجمهور الوهراني. أنا مشيت من ولاية وهران، بغيت نلعب كرة القدم ونتعرف على أطفال واحد آخرين. احنا جينا من الجنوب الصحراوي، كرة قدم نعمتنا، نتعرفوا بعضنا بعض في هذه المدينة. احنا كعائلة فريحة عبد القادر نشكر كل القائمين على هذا الحفل، وعلى رأسهم جمعية راديوز، راهم تفكروا فريحة عبد القادر في كل مناسبة راهم يتفكروا. وكرم المشاركون الذين يتجاوز عددهم 700 رياضي والذين يمثلون 37 ولاية، فخامة رئيس الجمهورية بجائزة رجل سنة 2014 نظير مجهوداته القيمة في سبيل تطوير الرياضة الجزائرية. يسر المجتمع المدني والشباب الرياضي أن يختار فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كأحسن شخصية وطنية لسنة 2014، وذلك الإنجازات التي قدمها للرياضة الجزائرية، سواء تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم بالبرازيل أو إنجازات المنتخب الوطني لكرة اليد وكذا إنجاز وفاق سطيف. ضف إلى ذلك الاهتمامه البالغ بالشباب. هذه الطبعة السابعة لدورة شتاء فوت كانت فضاء لكل المواهب الشابة لإبراز مؤهلاتها الفنية. تأفوت من تنظيم جمعية راديوز برئاسة قادة الشافي، والتي عرفت تتويج فرق توغورت، باتنا، تلمسان ووهران في مختلف النهائيات. وقد استقطب مركب راديوز بوهران جمهورا غفيرا في نهائيات طبعة 2014، أين عايشوا المنافسات الكروية على مدار 21 يوما، وبمشاركة تكريم عائلات لاعبين قدموا الكثير لكرة القدم الجزائرية. ماذا بين كل الجمعيات تحذو حذو هذه الجمعيات، لأن الدولة وحدها ما تقدرش تواجه كل يعني الصعوبات والإشكاليات على المجتمع. هذه الجمعيات هي روافد للسلطات العمومية. شكرا هذا الراديو اللي داروا لنا التكريم، عبد القادر بونص الله يرحمه وعمي عبد الفريح الله يرحمه، تفكروا المرحومين الله يرحمهم، وان شاء الله تجيبوا في قلوبنا ان شاء الله. انا من جنوب الصحراء،
جينا لهذه المدينه لمدينه رادياس نتعرف على لاعبين نتعرفوا على بعض. ونتمنى ان شاء الله رئيس ولي ولايه وهران السيد سعدان في اقرب وقت يعاود يصلح هذه الارضيه، يصلح لنا الارضيه لان مازال باقي مقابلات وسنين طويله ان شاء الله. كره ترجع لفريق بدنا توتا، هاي الكره المراوغه ترجع لتوتا، هذا الملك تجي لنا من الاول لتوتا يدخل منطقه العمليات رد الكره ترجع مازال عندك كره الاخضر بين يمنى باليسرى الاخضر شاهد السيد زعلان شاهد هذا اللاعب ما يجيش 500 مليون في الشهر باطل لاعبين حقوا هذا الفريق راهي لاصقه فريق لاصقه غير واحد القدم هاولا الرومي هو راهي حقوا راهي لاصقه الاصاغر الاصاغر والكتاكيت والاكابر وفي الاخير تكريم تكريم كذلك بشرف السطور هذا اخضر اروحوا لسوسيا كاع شو اروحوا انتم كاع لسوسيا قالوا لي قالوا لي هيا ريح 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 هيا ريح 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 هيا ريح هيا ريح شكرا هاد الرجاج اللي قالوا لنا التكريم عبد القادر الفوس الله يرحمه وعلي عبد الفريح الله يرحمه فكروا المرحوم الله يرحمه ان شاء الله تجي في قلوبنا ان شاء الله وما ينسوش هذا الله يدفع على خير ان شاء الله. ولد بونس عبد القادر ولد فريح هذا دبر راسك جمعيه راديوز وكل القائمين على هذه الحفله التكريمي اللي خاصو لاعبين سابقين خاصة عبد الفريحة وهاد في ميلو الله يرحمه هادو الناس قدموا كثير لمولودية وهران وما نجموش نتكلموا على تاريخ مولودية وهران بلا ما نتكلموا عليهم ان شاء الله تكون تكريمات اخرى وتكون من اخر نشكر القادة شافي ونشكر كل القائمين على هذا الحفل التكريمي. وهذه الجمعيه كما تشوفوا العدد الكبير تاع الشبان ولذلك فيه جمعيات اخرى في الميدان الاجتماعي في الميدان الصحي
في الميدان الثقافي جمعيات أخرى نموذج نموذجية نحضروا لها كذلك نحضروا لها، ولكن ماذا بينا كل الجمعيات تحذو حذو هذه الجمعيات، لأن الدولة وحدها ما تقدرش تواجه كل يعني الصعوبات والإشكاليات على المجتمع. هذه الجمعيات هي روافد للسلطات العمومية، كل شيء نشترك فيه مع الجمعيات مآل النجاح. هذه قفة نهزها من جهة وانت تهزها من جهة مع الجمعيات، هذه هما الدعم، والدعم المعنوي والدعم المادي، وهما كذلك التأطير والتحسيس إلى غير ذلك. في نهاية الأمر احنا المغزى تاعنا كامل واش هي نحافظوا على بلادنا، هذا هو الهدف الأسمى بالنسبة للجمعية أو بالنسبة للسلطات العمومية، كيف نأطر المجتمع حتى ما تكونش فيه انزلاقات. شكرا سيد الوالي وعنت. شكرا لكم ولكل متفرجي وجمهور القناة، وعامكم سعيد إن شاء الله. احنا في كل الولاية على مستوى كل البلديات في إطار مخططات في إطار رصد الأموال، يعني رانا في تقريبا سنة 2014 إنجاز 1100 ملعب معشوشب، وأكبر مكان خلقنا فيه الفضاء هذه 5 ملاعب مندمجة في نفس المكان دي باتري هكذا، كانت في ملعب في حي في اللوسن حي شعبي حي البركي حي شعبي، الأولاد ما كانش عندهم من يمارسوا الرياضة، حي كان فيه بناء قصديري. السلام عليكم، أنا من جنوب الصحراء، جينا لهذه المدينة مدينة الرادياس، نتعرف على لاعبين، نتعرفوا على بعضنا بعض، ونشكروا الرادياس ونشكروا على التعرف. إيش ما عرضت لكم؟ على الرادياس، عرضونا من تلمسان، جينا لهنا وأنا فرحانين، نعطيهم الصحة. نشكروا جميع الرادياس ونشكروا الناس القادة، ليه نقولوا الدورة وعرضونا من تلمسان، ونشكروا على الرادياس. سي اس بيو سالو نفو تمك